قوارب الهجرة غير النظامية التي تعبر من فرنسا تجاه بريطانيا باتت في ارتفاع ملحوظ، حيث تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الضفة البريطانية حاجز 40,000 خلال هذا العام فقط عبر قناة المانش، بينما كان عدد القادمين بطريقة غير قانونية عام 2020 أكثر من 8,000 بقليل، أما خلال عام 2021 كان أكثر من 28,000، ليسجل هذا العام أكبر تدفق للمهاجرين غير النظاميين منذ سجلات عام 2018. وزيرة الداخلية البريطانية رحبت بالاتفاق الموقع مع نظيرها الفرنسي بشأن محاربة الهجرة غير النظامية. هناك عدة عناصر الاتفاق، وأعتقد أنه يمثل الخطوة التالية الإيجابية لتعاوننا مع الفرنسيين. سيكون هناك مراقبين من الضباط البريطانيين يعملون على الأرض الفرنسية، يراقبون العمل ويعملون على الأرض مع الضباط الفرنسيين لاكتشاف واطراد المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولتهم مغادرة فرنسا. سنعمل جنبا إلى جنب في غرف التحكيم كذلك، وندير الاستخبارات، ونعمل من أجل إنفاذ القانون. وهناك زيادة بنسبة 40% في عدد أفراد الدرك الفرنسي الذين يقومون بدوريات على الشواطئ. الاتفاق الذي وقع بين لندن وباريس بشأن الحد من قوارب الموت القادمة من فرنسا كان ثمرة اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي في بداية هذا الشهر بحسب ريشي سوناك. 63 مليون جنيه استرليني ستدفعها بريطانيا لفرنسا لمدة عام كامل نظير التعاون من أجل الحد من الهجرة غير النظامية، بزيادة 8 ملايين جنيه استرليني عن العام الماضي، فيما تنتقد المعارضة البريطانية بلسان حزب العمال تعامل حكومة ريشي سوناك مع أزمة الهجرة غير النظامية. أكثر من 60,000 مهاجر قدموا طلبات اللجوء هذا العام في المملكة المتحدة، 40,000 منهم قادمون من فرنسا عبر قناة المانش. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.